بذكريات ياسمن الجميل وبإرادة وروح الراحل محمد شريف حناشي وتاريخ الشبيبة الذي صنعه أبطال الأمس السياد القار عادوا لمكانتهما الأساسية. كبير قارة بالأمس عاد ليجلد كل المشككين ويؤكد أن غيابه عن القارة السمراء هو مجرد استراحة محارب وفقط، وعودتهم سيتحمل عبئها الكبير والصغير، فأسود جرجرة جاءوا ليزأروا في وجه الجميع. شبيبة القبائل الذي يغرق في دوامة كبيرة من المشاكل الإدارية كانت ستعصف به إلى ما لا يحمد عقباه، ولكن شخصية واسم الفريق جعلوه يخرج أقوى من هذه المشاكل. شبيبة القبائل وضع قدمان في الدور النصف النهائي ويبقى أمامه التأكيد وفقط بملعب أول نوفمبر للوصول إلى المشهد ما قبل الختامي من منافسة كأس الكاف. في أعراف كرة القدم التأهل لم يحسن بعد، لكن أن تعود بنصف التأشيرة من الأراضي التونسية وتدخل مباراة العودة في ثوب المرشح سيجعل من شبيبة الجزائر أقوى، وبلغ النصف النهائي مسألة دقائق وفقط.